guys. Yeah. مساء عليك. مش اهلا بيك. مالك؟ انت مش طايقنا ليه من الاول كده؟ نصال صال وانسى بعتذر بس توحيت وغنيت هلا على المسرح. شو؟ اوقات بستوحي تنزل غنية عراسة لحن وبعزف وبغني دغري. أنا أقدر أسألك اسمك إيه ولا في حاجة هتنزل عليك؟ أنا اسمي جهاد، أنا من لبنان، عمري 17. أنا لما كنت صغير ما كنت يمكن حافظ كل اللغات، فصرت نقل مثلا كلمات لحالها أجمعها مع بعض الأحرف، طلع معي كلمة غنية. يعني ممكن أجمع من الأوبرا، البوب، من نتفة، من الروك، شوي من الجاز. كانوا يسمعون رفقاتي من مرة لمرة يقولوا لي صوتك حلو، ليش ما بتقدم على شيء؟ قلت آخرتها يعني خليني أجرب هالفرصة وظف هالموهبة بلا ما أتركها على جنب، أحطها بالجرور بكرة وأتركها. أنا اليوم واثق من حالي، واثق من إني رح أقدر أوصل لأنه طالع بقوة على المسرح. اهلا وسهلا بيك، هتعمل ايه النهارده؟ غني. هتغني؟ اوكي. لمين؟ 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 لبيانسة. اتفضل جهاد. Remember those walls I built, when baby they tumbling down, and they never brought me fire, they didn't even make a sound. It's like I'm in awakening, every rule had to break. It's time to see. I will never gonna sh- If I need more, sweet and all happy. ايه اللي حصل؟ ليش ليش شو اللي ايه اللي حصل؟ ليه وقفت؟ ليش وقفت؟ تلفنت له بيونسي قالت له ما تسترشي بدي تغني كلمة زيادة. ما يصير مش حال. بس انت لما دخلت لما كان الوحي عندك نعم كان اجمل. شوف شوف كده يا رب حاجة تنزل. طب يا رب فيش حاجة جاية. طب ممكن حاول من دون السداء إذا نونو يا لغني لنا شي تاني حاجة. غنيها غنيها لهيلو بدون موسيقى. يلا اللي انت عايزه. من those walls I built, baby they tumbling down, and they never put up a fight, and they never make a sound. خلص الهيلو. أنا كنت مستني برضو حاجة وبعدين ما لقيتش حاجة فاستنيت الوحي نزل عليا عشان أدوس بقى. حصل خير يا جهاد. ما تزعل يا جهاد، ما تزعل، الدنيا قدامك والعمر قدامك، ما تعتل هم. هي الدنيا خسارة ومكسب، هي الدنيا كده فانية، الدنيا ملهاش أمان مع ناس زينا ملهاش أمان. خلاص يا ندابة.